لهم كيف دايرين لاباس عليكم؟ كنتمنى ربي تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو هادي. مرحبا بكم اليوم في فيديو جديده. اليوم الفيديو ديال اليوم بشكل شحال وانا كنتسنى باش ندير لكم هاد لا فيديو هادي، دابا تقريبا عام وزياده وانا كنتسنى باش نصور هاد لا فيديو هادي. ما عرفتش علاش تعكسات ما عرفتش، كنت كنقلب على بزاف د البلايص وما ارتحيت حتى لقيت واحد السيد اللي صايب لي داكشي اللي كنت كنتخايلو وداكشي اللي كنت باغا. وهكاك ملي نصايب عاوتاني الصالون عاوتاني تعطلت باش نصور لكم لا فيديو، ما عرفتش علاش. من بعد ندخلوا في التفاصيل. لا فيديو ديال اليوم هي ديال الصالون، غادي نوريكم كل حاجه بالثمن ديالها وكل حاجه ملي تخدات ونشارك معكم داكشي. شوفوا انا راه ما كنديرش شي حاجه اللي واو ولا شي حاجه اللي غاليه ولا، راه داكشي بسيط وفي المتناول ديالي اللي في قدر المستطاع ديالنا. يعني احنا على قد الحال وكنديروا شي حاجه اللي على قد الحال وفي نفس الوقت نكونوا مرتاحين فيها ونكونوا نستعملوها بطريقه زوينه، حيت بطبيعه الحال ما كاينش شي واحد احسن منا اللي غيستعملها. اكيد حنا ماشي من النوع اللي غادي نفرشوا الصالون ونبداو نقولوا ايوا حتى يجيو الضياف. الضياف هما حنا، الضياف هما انا وراجلي وبنتي، نستعملوه وندردكو على والديه ويلا مشى في حالته يصح الله في واحد اخر، ما عندناش مشكل. غير هو راه كيف ما قلت لكم ما كنمشيش لحاجه غاليه بزاف وما كنمشيش اوميم طول شي حاجه اللي غتخسر ليا دغيا، كنقلب على شي حاجه اللي تكون مزيانه في لاكاليتي ومزيانه حتى في الثمن باش نقدروا عليها من جوج ديال الجوايه. خليكم معايا دابا غنوريكم الصالون كله، غادي نصور لكم لي سينيماتيك بوحديتو. انا كنوريكم هنا وفي نفس الوقت غتشوفوا على لا فيديو لي سينيماتيك. هذا هو الصالون، اختاريت جوج ديال الالوان. غنقول لكم علاش انا كنحمق على شي حاجه سميتها اللون الاحمر. ديكو ملي كنقولوا اللون الاحمر كنقولوا خصو يتميلونجا مع شي واحد اخر اللي غيعطي واحد الكليبغاج في الالوان، وخصهم واحد الوينتات اللي غيفتح شويه دوك الالوان. ثلاثه د الالوان ملي كيكونوا جوج غالبين وواحد شويه كيعطيو ديكور زوين. انا اختاريت اللون الاحمر والكحل، واختاريت انه المخاط يكون عندهم جهه كحله وجهه حمراء، وفي لي كانابي اختاريت كلشي يكون حمر. وبالنسبه للمخدات الصغيره اللي كتشوفوا معايا اختاريتهم في الذهبي. نبداو بلي كانابي صايبتهم ب 1400 درهم الميتر. ديك هاد الصالون طلع بخصي الفندق ماشي غالي بزاف ولكن طلع بواحد الثمن اللي هو امبرنيك. اش قلتي عادل؟ امبرنيك. ايوا المهم نبداو من هاد الجهه، غنبدا لكم من هاد الجهه. انا اختاريت هاد لاطابل هادي، اول اكسسوار شريته وصلني قبل من الصالون، قبل ما يوصلني الصالون للدار وصلتني هاد لاطابل هادي. خديتها من واحد لاباج سميتها ليديك واقيله، خديتها ب 300 درهم، هي كلها خشب كيف ما قلت لكم، هي كلها خشب. كتجي بحال هكا كدار تحت الكنابي، كتقدر تحط فيها هكا ماكله شي حاجه بغيتي تشرب قهوه شي حاجه وانت جالس فوق الكنبه. هنايا بالنسبه لهاد المخاد هادو، هاد المخاد من عند المعلم ابراهيم الله يعطيه الخير الصراحه. شنو نقول لكم، المعلم الوحيد اللي ارتحيت انه يصايب لي الصالون ديالي. ما نكذبش عليكم، عييت ما نقلب ما خليت فين مشيت، مشيت للرباط مشيت لتمار مشيت للقنيطره، ما ارتحيتش نهائيا. هو مسكين اللي عطاني هاد الخديات، هادو هما ثلاثه د الخديات نوريكم الثالثه ديالهم. كان مزوق بهم الصالون ملي مشينا نجيبهم، ملي شفتهم قلت له واو زوينين ويقول لي والله حتى تخديهم. بالنسبه للمخاد درت فيهم 90 سنتيم هكايا ديال الطوله. علاش؟ حيت ديجا في الصالون اللي كان عندي قبل كانوا عندي دوك المخاد صغيرين كانوا كيعذبوني وكانوا كيكونوا بزاف. هادو تبارك الله راهم خفاف وفي نفس الوقت عامرين بزاف وشادين سباس، كيجيني في كل كنابي ديال 2 متر كيجيوني جوج. كيفما قلت لكم انا اختاريت يكون الاحمر والكحل، كيجي الديكور ديالهم بحال هكا. نجيو بالنسبه للخديات الصغيورين، الخديات هادو صايبتهم عند المعلم حسن حتى هو الله يعطيه الصحه، صايب ليا شحال من حاجه فريمون. غير شوف حتى هو لا فيديو نقول لك شكرا بزاف. هادو طوال مشات لي واحد السميه، قال لي سميتهم واحد السميه راه نسيتها. شوف انا ما كنعقلش، غير كنقول كنشرح ليه شنو بغيت، هو اللي صايب لي حتى ديك الجلسه السوسيه كنشرح ليه شنو بغيت، كيقول لي صافي فهمتك راه سميتها هكذا كذا. نقول لي سميه عقل عليها، غير انت انا ما كنعرفهاش، انا نشرح لك وصايب لي داكشي اللي بغيت. هادو صايبهم ليا هو، باقا غنزيد من عنده ان شاء الله جوج. وبالنسبه لهادو، هادو الابداع ديالي انا، هادو خديتهم طالعين، غير انا خديت الشكيلات اللي عاجبيني انايا وعمرتهم، هادو خديتهم من سلا. بالنسبه لهادو صايبتهم في الرباط في المدينه القديمه.
صافي كيجيو بحال هكايا. هادو كيف ما قلت لكم انا اللي اختاريت الديكورات ديالهم. بالنسبه لي كنابي انا اختاريت ما يكونوش عندي هنايا لي كوان، ما بغيتش لي كوان حيت فريمون انا وعادي لوسيليا داك النوع دي 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 بوم 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 كنجريو كنلعبو. وصار القديم كنا ديما كنردو البال مع سيليا، كانت باقا صغيره وحنا كنتزافطو كنردو ديما البال مع داك الكوان لا نطيحو عليه ولا طيح عليه سيليا، كتكون كتجري فوق السدادر. ما كناش كنبغيو داك الخشب لانه كنخافو يضربها في راسها ولا شي حاجه. هاد الجهه هادي الختيه حتى هي من عند المعلم ابراهيم، كنمزوق بها الصالون حتى هي جات عندي للدار مرحبا بها. بالنسبه للريدو بالنسبه بعدا نهضروا على الكنابيات بشحال طلعوا اون توتال الثمن ديالهم، الثمن ديال الصالون غير الكنابيات والمخد ديالهم 13000 درهم. 13000 درهم بغاو سيليا بالصحه، ويلي مشات لبسات السبرديله مقلوبه. يلاه بالصحه بنتي بغاو سيدي. بالنسبه للكنابيات كيف ما سمعتوا هو غير المخد ديالو ب 13000 درهم، والخديات الاخرين هادو صايبتهم ب 10 دراهم الوحده توب ديال البروكار، وهادو خديتهم ب 10 دراهم الوحده. الريدو كيف ما قلت لكم الريدو صايبتو بالتوب ديال لولا، صايبت فيه الدوبل ديال المسافه اللي عندي هنايا، عندي هنايا تقريبا 2 متر و 72 يخ، وصايبنا فيه الدوبل ديال الثوب باش يجينا لي بلاي بحال هكا. طلع ليا ب 330 درهم الواحد الواحد حيت راه جوج هما تما، حيت انا عندي هنايا فوالا. غندوز معكم لهاد الجهه هادي، ما كاين والو، كاينين هاد المرايات هادو. يلا دومونديت ان شاء الله غيوصلوني خوتهم باش غنكمل بهم واحد لا ديكوراسيون اخرى هكايا. بالنسبه لهنايا درت لي في الباداج عجبني وصافي ما عرفتش. وبالنسبه لبابي بان خديت البابي بان، خديت ثلاثه ديال لي غولو. بالنسبه لهذا الحيط هذا خديت ثلاثه ديال لي غولو ب 150 درهم من مدينه سلا، من عند واحد الدريته والله يعمرها هذا كيبيع اي حاجه، اي حاجه طاحت لك في المخ ديال لي بابي بان كيبيع اي شكل بغيتو راه كاين عنده. نقدر نخلي لكم كلهم الوامر ديالهم لتحت، اولا نخلي لكم لي زانفورماسيون في لا بار دانفو، وشوفوا ديك الساعه راه الباج ديالو حتى هو عنده في الانستغرام كيحط فيها كلشي في التحت. نجيو للطويبلا، الطويبلا هي الكنت كار عرفتو الطويبلا، والله العظيم ما كنا كحاسبين لها حسبان. كنا شفنا واحد الطبلة في كيتيا هي اللي الصراحة كانت عاجبانا، وكان الثمن ديالها طالع بزاف 2500 درهم. قال لي عادل واش انتي غتشري طبلة ب 2500 درهم وغتحطيها عام ولا 8 شهور عاوتاني تقولي لي وصافي خصنا نبدلو هكدا ولا سميتو؟ قال لي هو من بعد، قلت له صافي واخا. هذاك النهار اللي شرينا فيها الطبله قال لي صافي غنمشيو ناخذوا هذيك ديال كيتيا اذا بغيتيها صافي ناخذوها. صدقنا دايزين من تما راه واحد المحل دخلنا ما شفناش هادي، شفنا طوار من واحد اخرين دخلنا باش نشوفوا الاثمنه. منين دخلنا هادي انا كنت ديجا شفتها في واحد لا فيديو في فيسبوك وعجبتني، كتجمع كتولي صغيره كتحل. غنخليها لكم كلشي في السينماتيك، غنوريكم كيفاش كتجمع وكيفاش كتولي صغيره وتقدر تجيها كطول وتقدر تجي عرض، وفي نفس الوقت كتعلى كطلع الفوق حتى كتولي كون سال كون سالامونجي، وكيفاش كتهبط عاوتاني حتى لتحت تقدر تجمع زعما تخبيوها فشي بلاصه اذا كنتو ما محتاجينش ليها. طبلة 1500 درهم هذا هو الثمن ديالها، تشوفوها في السينماتيك دابا ونعاود نكملوا لا فيديو. بالنسبه ل الزاز كنت ديجا شاركتهم معكم، هاد الزاز هادو خديتهم من لاباج ديال الهدايا. اش نقول لكم، اول مره نلقى هذا اللون، ديجا قلت لكم في لا فيديو اللي كنت ديجا صورتهم لكم فيهم. اول مره نلقى هاد جوج الالوان اللي كيحمقوني من غير هذه بطبيعه الحال. هذه غير كنت خارجه في واحد المحل ديال المعنات وخديتها، هذه بوحده ديال الكلينيكس ما معهمش. هادو بربعه كيحمقوا كريستال اللوين احمر مع الذهبي جاو شي حاجه زاد. وانا زدت معاهم هادي باش كملات لا ديكوراسيون. هنايا ما هضرتش لكم على واحد الحاجه بعدا اللي هي مهمه 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 قبل ما ندوزو للزرابي. الطيفور هذا كنا انا وهادي في سلا دخلنا للمدينه القديمه، كنت شوف شنو حاطه فيه طوفيطه وهذيك ديك الحلوه ديال برافو ديال القهوه كتحمقني كنحطهم هنايا مره مره تيعجبني ناخذ منهم. هاد الضيفور هذا عنده قصه زنا من المدينه القديمه ديال سلا، وانا وعاد كنشوفو بحال هكايا ديك الساعه مازال ما جبتش الصالون كنشوفو الديكورات بحال هكايا، ويبان ليا هذا محطوط هو واحد البيض عنده واحد الراجل مسكين كبير في اللاج. ديكو منين شفتو قلت له هادي شحال الثمن ديالو، انا ما درتش في دماغي غناخدو،
مش عادي يسول على الثمن ويقول لك 300 ياك شحال قال لك الاول قال لك شي 300 و 250 ويسولوا قلت ليه صافي يلاه قلت له بزاف حتى المره اخرى ونشوفوا ان شاء الله ناخذوه ايوا وتمينا غادي ويقول لي داك الراجل اجي اجي واش عجبها اجي خذ ليها هكا خذ لها غير 200 درهم صافي صدق ما خسرش لي عادي مسكين خدا ليا ايوا ما خسرش السيد خاطر هذاك الراجل كبير صافي بقى فيا ما قال لي بقى فيا السيد وانا ناخذ من عنده ايوا صافي حتى انا فرحت به ايوا بالنسبه للزريبيات انا بالنسبه ليا ما كنحملش دوك الزريبيات اللي كيكونوا قاصحين اولا موكيت عرفتوا علاش موكيت ديجا عندي لهاد الجهه هادو خفاف ولكن بالنسبه للصاله ما كانش يمكن ليا ندير موكيت حيتاش عارفه غتوسخ بليزيغ فوا يعني كل مره خصني نحيد الموكيت كله باش نغسلو هاد الزريبيات هادو غادي نشاركو معاكم في لي سينيماتيك هادو كيديرو في لاماشينا لافي كيتجمعو كاملين كتكمش بحال هكا وكدير في لاماشينا لافي هادو جوج انا قسمتهم باش ما يجيونيش كبار بزاف درت وحده من هاد الجهه وحده من هاد الجهه وملاقيين في الوسط الثمن ديالهم 300 درهم الوحده يعني ثمن زوين بالنسبه ليا وعاطين لا ديكوراسيون زوينه وجاوني مع اللوين ديال الطبله وديال الريدو هاد الخط ديال الصغيرين هادو وفي نفس الوقت غادي نهزها الى توسخات نديرها في لاماشينا لافي كيف ما قلت لكم انا راه ما بقيتش كنصبر لانه ما بقيتش كنقص الصراحه شي حاجه فيها ثمن ربيع ديالي لانه سيستياتيك عادير ما بقى ما كنقدرش مازال نتحرك بالليل الا مشيت حتى قصت شي حاجه صافي هذا ما كان بالنسبه للصالون هادشي ديجا كان ماشي شي حاجه اللي جديده صافي هادشي اللي كاين وغادي نشارك معكم دابا غادي نشارك معكم لي كنابي من التحت حيتاش انا درتهم كوفري يعني كيتحلوا السوجب ومازال البلاصه خاويه مازال ناويه نشري لهم مازال شي حاجه اخرين بالنسبه لهاد لا زون هادي هاد البلاصه هادي فيها الاكواريوم ديال السي عادي راني انا وياه قولوا لي الله يهديك انا وياه راه في المفاوضات ولكن واخا كتبقاو فيا الحوت مساك اليوم صبح ومرض راه كيبقاو فيا الحوت ولكن انا بالنسبه ليا شاد ليا لي سباس فهمتوني ما مستافداش من هاد لي سباس غير فهموني ماشي انا ماشي ضد الاكواريوم ولكن كون كان غير صغار شويه ما عنديش نهضر انا ساكته واش ما يتخرجش هادو بالنسبه ليا راه عمارة اتاي وهادي فراقه هاد الجهه حتى هي بقات هاد سيباراسيون كيف ما هي باقي محاربين باش نحيد حتى داك البلاكار اللي حدا الباب بالنسبه للجهه الاخرى بلا ما توري هاد الجهه حيت محطوطه لا بوفير الجهه الاخرى كاين هاد البارفان الاخرى ما طلبتيهاش طوموبيل هاد لي بارفان هادو غادي نشاركهم معكم دابا باش تشوفوا وقتاش وصلوني ولا فيديو شفتو لي بارفان وصلوني من واحد لاباج زوينين بزاف شحال خلصتيهم في الخدمة شكون عقل وقيلا شي 300 درهم فيها خمسة ديال لي بارفان واعرين زوينين كيحمقو كاينة هاد قصتي كاينة هادي عود مميز وكاينة خمرة وكاينة موهبة وهادي الصراحة كيحمقو هنايا درت هاد الديكور هذا هو اللي كندير في الطبله ديال لا طابلو باس ديال الصالون حيتو درتو هنايا كيعجبني يجي بحال دوك لي دين ديال الدعاء ياك كيعجبني بحال هكا زويون هاد السبيبطات هادو خديتهم من كارفور الوحده خديتها ب 10 درهم هذا خديتو ب 100 درهم هادو الوحده 10 دراهم هما نورمالمون طفايات انا ما شفتهمش انا منين شفت البوط الصباط بحال هكا بوحديتو كانت مقلعه لي هادي ما كانش فيه ما كانش لاصقه فيه عجبني الاول هزيتو وانا مشيت حتى لاكيس قلت له هادي قلت لي دابا انا عندي غير بوط واحد خاص اختو ولا خو ولا ما عرفتش نقول كاع ويقول لي سيري جيبيها مني مشيت نجيب الثانيه لقيتها لاصقه فيها هاد الشابو هادي تما انا عاد عرفت بان راه طفاي وحنا ما كيجيوش عندنا الناس اللي كيكميو وما كيكمي عندنا حتى شي حد ايوا المهم دابا انا ملي عرفت الطفاية جبت معايا الشابو ديال هاد وحده اخرى ملي وصلت لاكيس ويقول لي واش نتي حمقى شاري طفاية قلت ليه لا راه في الاول انا عجبني غير على الشكل ديالو ولكن انا ما عرفتوش طفاية غير هو دابا صافي غير خليه انا
جبتو تهلا كي عجبني يا خويا خليه طفا يا مالك. وفي نفس الوقت جاني مع اللوين ديال الصالون راكم عارفين. هاد الجهه هادي اختاريت ندير واحد الكوانت كافي، حطيت لا ماشين هنايا واخا حنا ما كنشربوش الكافي بزاف مروف شحال. هذيك الحلوه ديال القهوه ديال عزيزه عليا، وهادو الوريقات ديال لا ماشين، ولي طاس حطيتهم بحال هكا مره مره كيعجبني ناخذ كافي هنايا انا وحدي وصافي. هذا ما كان هاد البلاصه ما تبدلات فيها حتى حاجه، الحاجه الوحيده اللي تبدلات هو مرا الطابيات هادو. درت جوج طابيات، وحده صغيره بين هادوك لي كنابي بجوج، و هذه هذه تاع 2 متر تبارك الله راه كبيره. وتما قلنا 2 متر صحابنا غتجي كيحسب لي 2 متر غتجي غير قصيره صغيره زعما ساعه طلعت اللي تاع 2 متر غتجي غير صغيره. ساعه جات 2 متر شاده من لهنا شاده الدوره كلها ما خلاتش لينا كاع لي سباس صافي. وعمرت هذه البوفه هذه اللي خديت من فاز حطيت هنا كيعجبني نديرها بحال هكا، فيها واحد العيبه ديال الخيط هنا كتخرج الريح بحال شكل الدرابوز صافي. وبالنسبه لكل ورا غنشارك معكم حتى هو في السينيماتيك، خديت ليه واحد هادو موكيطات هكا داك الكولوار كله. هادشي هو اللي تبدل، وهذا هو سويلين يا اختي المتواضع، وحنا فرحانين به. عرفتي علاش؟ حيت فرشنا وسافرنا دابا عاد نجلسوا فيه اليوم، عاد نجلسوا نتفرجوا، عاد نديروا السهره هنايا ان شاء الله. ايوا هذا مكان بزاف كبيره، وقولوا لي الراي ديالكم في لي كومونتير. باي.